الناظر إلى الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين يرى أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يكرر المسح على الخفين، ولذا في حديث علي رضي الله عنه قال: فرأيته يمسح أعلى خفيه. والسنة القولية الواردة عنه عليه الصلاة والسلام جاءت مطلقة، والمطلق يصدق بصورة واحدة، ومن ثم فلا يصح قياس المسح على الغسل، فالسنة عدم التثليث في المسح خلافا للغسل، وذلك لأن هذا القياس قياس معارض للنصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.